هناك لدينا عقود كبيرة جدا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا تستطيع الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على هذا، لأن بهذه الحالة سوف تدهور الطاقة الكهربائية بشكل كامل، وكذلك هناك نقص كبير جدا في قضية المشتقات النفطية. فأنا أعتقد أن كل القرارات التي تصدر من الخزانة الأمريكية هي أحادية الجانب وليس من العراق الحق بالمضي بها، وكان هنالك سيادة في العراق وهنالك القرار الموحد لا يخضع للقرارات الأحادية الجانب. إذا كانت قرارات تصدر من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة يكون العراق ملزم بها، أما التي تصدر من الخزانة الأمريكية أو من الولايات المتحدة الأمريكية فالعراق غير ملزم بهذه القرارات الأحادية الجانب. وزارة الكهرباء والأموال اللي تم يعني تخصيصها لهذه الوزارة وهدرت ولم تنتج الكهرباء المراد أن تغطي 24 ساعة للمواطن العراقي، واليوم هناك إجراء من قبل وزارة الكهرباء بأن تذهب باتجاه دول الخليج، وهناك ربط من دولة الكويت حسب معلوماتنا ولقائنا مع الوكيل الفني والإداري بأن هناك هذا المشروع اكتمل في طور التنفيذ، وكذلك استيراد من الطاقة الكهرباء من الجمهورية الإسلامية. نتمنى بأن نغادر هذه الحالة وأن يكون هناك اكتفاء ذاتي من خلال هذه الأموال اللي تصرف على هذه المؤسسات.